بالنسبه للاقتراح ديال الاقتراح الثاني واللي هو شوكولاته الدهن ديال المستمعه فاطمه الشافعي اللي كنوجه لها تحيه كبيره وكنشكرها بزاف اللي يعني تفكرات المستمعات بهذا الاقتراح ديال البطاطا الحلوه دارته ودخلته في شوكولاته الدهن. فكيف قلت قبيله كنعرفوا الوليدات ما كيحتاجش اننا نطلبوهم باش ياكلوا الشوكولاته الدهن، فعلاش لي ما ندخلوش فيه البطاطا الحلوه ويستافدوا من الفوائد والقيمه الغذائيه العاليه اللي كاينه في البطاطا الحلوه. فغادي ناخذوا نص كيلو ديال البطاطا الحلوه اللي تكون مفوره، غادي نغسلوها مزيان نقيوها ونفورها في الكسكاس. نص كيلو ديال البطاطا الحلوه مفوره قبل، 125 غرام ديال الشوكولات. هنا 125 غرام ديال الشوكولات غادي نختاروا دائما الشوكولات باش تبقى دائما يعني في الفوائد ديال الوصفه، دائما اختاروا الشوكولات اللي نسبه الكاكاو كتكون فيه طالعه، راه كيتباعوا وهو كيتباع واخا الثمن ديالو يعني كاين بزاف الماركات كاين اثمنه ديالهم يعني متوسطه، ولكن كنكونوا خدينا نسبه عاليه ديال الكاكاو وكيتكون فيه كميه كثيره، يعني كيكون تروفا كبار كيكونوا مزيانين اللي غادي نستعملوهم بزاف ديال الاستعمالات. فقلنا نص كيلو ديال البطاطا الحلوه مفوره من قبل، 125 غرام ديال الشوكولات يعني اللي فيه نسبه عاليه ديال الكاكاو، ضروري انه يكون يعني نسبه عاليه ديال الكاكاو، علاش؟ باش داك الشوكولات الدهن كيجينا بنين كيجينا لذيذ. وغادي راه كتكون مكتوبه فيه مثلا، كتكون مثلا الانواع ديال الشوكولات كتكون فيه 70% ديال الكاكاو اولا 40% اولا 70-80% على حسب الرغبه ديالكم على حسب القدره ديالكم. فقلنا 125 غرام ديال الشوكولات اللي فيه نسبه عاليه من الكاكاو، وغادي نختاروا كذلك ساشي واحد ديال الكاكاو وكاس ديال الحليب. هادو هما المقادير، فعقلوا شوكولاته الدهن بالبطاطا الحلوه فيه نص كيلو ديال البطاطا الحلوه مفوره من قبل، 125 غرام ديال الشوكولات من النوع الجيد اللي فيه نسبه عاليه ديال الكاكاو، وساشي واحد ديال الكاكاو، يعني ديك الساشي اللي بحال الفاني بحال الخمانه كاين ساشي ديال الكاكاو غير هذاك، وكاس ديال الحليب سائل. غادي ناخذوا كاسرونه غادي نديروا فيها داك الكاس ديال الحليب مع ديك 125 غرام ديال الشوكولات اللي فيه نسبه عاليه ديال الكاكاو مع ساشي ديال الكاكاو، هادو غادي نديروهم في كاسرونه ونخليهم حتى كيغليو وحتى كيدوب لينا داك الشوكولات. ملي كيتخلط لينا الحليب مع الشوكولات مع الكاكاو وكنغليوهم يعني وكيدوب لينا داك الشوكولات، عاد ديك الساعه كناخذوا الكاس ديال الخلاط الكهربائي كنديروا فيه ديك البطاطا الحلوه اللي فورنا من قبل ونشفات مزيان، كنديروها في الخلاط الكهربائي مع هذا الخليط اللي ذوبنا وكنطحنوا كلشي وكنحصلوا على الشوكولات الدهن اللي ممكن انكم تخليوه كيف ما هو، ممكن انكم ديروا هذاك البندق هكا محمر اولا اللوز محمر اولا اي اضافه اخرى، ممكن انكم تخليه هكذا بهذا الشكل. ومن الاحسن انه كنا عندنا ديك الشوكولات الدهن اللي تتباع في القراعي يعني باقي، فحاولوا انكم هذيك القرعه ديروا فيها هاد الشوكولات الدهن باش الوليدات يتقبلوه والوليدات يعجبهم وما يردوش لي نهائيا البال، يعني يبان لهم بحال الشوكولات اللي كيتباع على برا. فنتمنى تكون وصلتكم هاد الفكره. ديك الساعه ملي تجربوا المذاق ديالو فعلا كيف ما قالت لاله فاطمه راه غادي يعجبكم بزاف، وديك الساعه صوبوا ودوبلوا المقادير، يعني ممكن ضعفوا المقادير على حسب. هادو كتكونوا استفتوا البطاطا الحلوه ما تفور يعني ما تسلقوهاش، ضروري انكم تفوروها باش ما يكونش فيها نهائيا الماء كتفور. Why is it your master's food? Why is it your master's food? Why is it your master's food? Why is it your master's food?